بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا